أهلا بك يا بانا، ولكن لماذا لا تلقين علي تحية الإسلام؟ تحية الإسلام؟ وما هي تحية الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجملها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أرد عليك وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن علمك ذلك الكلام الجميل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله الكريم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. إن تفعلوا تحاببتم، هذه تحية الإسلام. إن تفعلوا تحاببتم، هذه تحية الإسلام. هل تعلمون تحيتي عند الحضور